في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام مكتوب في التوراة، يعني هذا من الأمور المتفق عليها بين الديانات، أن بيوتي في الأرض المساجد، وهذا معروف الآن، تقول هذا المسجد بيت الله، فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني، يعني في بيتي، وحق على المزور أن يكرم الزائر. تجاي إلى بيت الله كأنك تزور، مثل ما إذا تريد تزور واحد في بيتهم، بيوت الله هي المساجد، فتجيت إلى هنا متطهرا، أنت أكرمت حق المزور وبيت الله، حق على الله أن يكرمك، كرامة الله أدناها هي الجنة. أختم بهذا الحديث، وهو حديث قدسي منقول في كتاب الوسائل، وسائل الشيعة، عن كتاب إرشاد القلوب للديلمي، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يقول الله في الحديث القدسي، انتبهوا إلى هذا الحديث: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني. إنسان يحدث، يعني يصير على غير طهارة، ذهب إلى بيت الخلاء وخرج ولم يتوضأ، كأن هذا قد جفى ربه. الله يقول له: المناسب منك، الأفضل لك بتوجيه ربك، أن كلما أحدثت أن تتوضأ. فإذا الإنسان لم يفعل ذلك، كأنه لم يستجب للأمر الاستحبابي الصادر من ربي، ما عليه عقوبة، عقوبة وعذاب نار جهنم ما في، ولكن هناك أمر استحبابي من الله عز وجل، أن الإنسان كلما أحدث أن يتوضأ، فإذا ترك ذلك كأنه ترك الأمر الاستحبابي الصادر من الله.